الطريقة هي تشعل كونتاك، إلا ما ديرش أمارش الطوموبيل كتجي لهاد لي توش اللي هنا، ميساج هو كيطلع في ريفيزيون، هذا هو اللي بينا نحيدو، وكتبقى هاديك الساروت الأورانج حتى يطلع. كتقلب من هادي، كتسيليكسيوني أوتونومي دو ريفيزيون، كنقلبو عليها حتى كنلقاوها أوتونومي دو ريفيزيون، ها هي كنراها هنا. وكان موركو على هاد البوطون، كتبقى مورك واحد المدة تحيد ديك، فاش كتطلع ديك في دونج دون 0 كيلومتر حيد ديك وعاود ورك نوبة أخرى وبقى مورك، كتبقى تسيني هكا واحد شوية صافي، كطلع 10,000 ولا 12 موا صافي، كتحيد ديك في الكونتاكت ديرها مارش صافي، هاديك الساروت هي مشات. الطريقه ديالها هي هذه سهله. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ان شاء الله وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم.